الآن تغطية خاصة من موقع صدى البلد. أهلا وسهلا بحضراتكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. في الساعات الأخيرة انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في إثارة جدل كبير بشأن صلاتي التراويح والتهجد في المساجد، وده بعد ما زعم ناشر الفيديو أنه في شخص قام بمنع استكمال صلاة التراويح في مسجد المراغي بحلوان. لكن طبعا حقيقة الموقف كانت غير كده، ووضحتها أجهزة الأمن ووزارة الأوقاف. وفي تغطيتنا هنعرف تفاصيل هذه الواقعة، وهنعرف آخر القرارات اللي تم إصدارها بشأن صلاة التراويح والتهجد. تابعونا. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله من منشور على إحدى صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زعمت فيه إحدى الفتيات بأنها أثناء أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة حلوان، قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد والطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظراً لتجاوز مواعيد الانتهاء من الصلاة. وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في غياب إمام المسجد المشار إليه والمعين من وزارة الأوقاف، مما أدى لقيام أحد الأهالي المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام. وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ لي ذلك، فقام باستدعاء مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة، وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلاً من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف. وعقب هذه الواقعة اللي تسببت في إثارة البلبلة، أكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الوزارة حريصة كل الحرص على إقامة صلاة التراويح بكل أريحية وهدوء للمصلين في ظل الأجواء الإيمانية للشهر الكريم. وأكد في بيان له بالأمس أن وزارة الأوقاف لم ولن تتخذ أي إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد، ولم يصدر عن أي من قيادتها على أي مستوى أي توجيه بذلك. وفي حالة حدوث أي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد تجاوز دون أي تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد، وتقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها. وأكد البيان أن ما حدث في مسجد المراغي بحلوان هو ملاحظة مدير المديرية بقيام شخص غير مصرح له بالإمامة، فاستدعى مدير الإدارة للوقوف على الأمر ومعرفة سبب غياب إمام المسجد في هذا اليوم. وأكدت الوزارة في بيانها أن المسجد مفتوح وسيظل مفتوحاً بإذن الله تعالى. وتقدم للقبلة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة بنفسه، وأتم صلاة التراويح إماماً بالناس، وتم إحالة إمام المسجد المتغيب في هذا اليوم للتحقيق، كما تم إحالة مدير الإدارة للتحقيق في سبب سماحه لشخص غير مصرح له من الأوقاف بإمامة الناس. وأكدت الوزارة على تعليماتها لجميع المفتشين بأن دورهم فقط هو رصد أي مخالفة دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين بالمسجد في أوقات أداء الشعائر، وإنما يرفعون تقاريرهم بأي تجاوز لمدير الإدارة التابعين لها لأعمال شؤونه في معالجة أي مخالفة بالطرق الدعوية والقانونية معا. من ناحية تانية كمان، أعلنت وزارة الأوقاف فتح جميع المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءا من ليلة 27 ليلة الخميس القادم وحتى نهاية الشهر الفضيل. وأوضحت وزارة الأوقاف أن هذا القرار جاء في ظل حرص وزارة الأوقاف على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرض وزارة الأوقاف على اللجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة. كمان أعلنت وزارة الأوقاف الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى، وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة، وأن يعجل الله سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى تتمكن الوزارة من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل. وأكدت الوزارة أيضا على جميع المديريات والإدارات العمل اللازم في هذا الشأن، وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة الخميس 27 من رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل. ومع اقتراب موعد صلاة التهجد، ناس كتير بتسأل على حكمها.
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنها صلاة تطوعية ويبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل، وإن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل أو ما قارب من الفجر، لأنه وقت السحر والخشوع وتجلي الفيضانات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين. وبتتميز صلاة التهجد عن غيرها من صلاة قيام الليل إنها بتكون بعد نوم المسلم نومة يسيرة، بيقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل ويصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ركعتين فركعتين، ويوتر في آخرها. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.